هذا المستمع يسأل ويقول: أفيدكم أنه كثيرا ما يحصل مني الشك مثل اليقين بأنه يحصل مني حدث أثناء الوضوء، وحينئذ أكرر الوضوء ما بين 3 إلى 6 مرات، وأحيانا تقام الصلاة وأنا لازلت أكرر الوضوء، وجهوني كيف أتصرف والحال ما ذكر، جزاكم الله خيرا. فيه فرق بين الشك واليقين، فهذا الذي يحصل مع السائل شك ووسوسة وليست يقينا، فإنما هي وسوسة من الشيطان، فعليه أن يرفضها وأن يتوضأ أول مرة ثم يخرج ويصلي مع المسلمين، ولا يلتفت إلى هذه الوساوس ولا يكرر الوضوء عدة مرات. نعم.